لا تلبث فرنسا ان تستفيق من هجوم حتى تصطدم بهجوم اخر. تاتي الضربه الى فرنسا هذه المره من جنوبها في يومها الوطني وداخل مدينه نيس والتي تعتبر الاضخم سياحيا. نحو 85 قتيلا وما يزيد عن 100 جريح بعضهم في حالات حرجه حصيله العمليه التي نفذها الشاب محمد سلمان بوهلال الفرنسي من اصول تونسيه عبر شاحنته التي دهست حشدا من الناس في احد شوارع المدينه هجوم امس وكالعاده صعق العالم باسره لكن ما يميز ذلك الهجوم نوعيه السلاح المستخدم فيه فقد اعتاد العالم على التفجيرات والقنابل وحوادث اطلاق النار في تلك الهجمات وليس على شاحنه مسرعه تمر في احد الشوارع فلا تبقي احدا فيه ولا تذر المسؤولون الفرنسيون سارعوا لتمديد حاله الطوارئ في البلاد والتي هي ممددة أصلاً. فيما قال الرئيس الفرنسي إن بلاده كلها تحت تهديد الإرهاب الإسلامي على حد وصفه، رغم عدم تبني أي منظمة أو جهة إسلامية للعملية حتى الآن. تضرب كل فرنسا التهديدات الإرهابية الإسلامية. ردود أفعال دولية وأقليمية وعربية. توالت مباشره مندده ومستنكره لعمليه نيس فيما وقف مجلس الامن الدولي دقيقه صمت على ارواح الضحايا قبيل بدء جلسه خاصه لمناقشه الوضع في العراق الذي لا يكاد يخلو يوم واحد فيه دون ضحايا رئيس فرنسا وعد عقب الهجوم مباشره بتعزيز تدخل بلاده في الحرب بسوريا والعراق فيما المح معارضون سوريون وايرانيون الى ان الهجوم كان ثمنا لاحتضان فرنسا للمؤتمر السنوي العام للمعارضه الايرانيه مطلع الشهر الجاري